السادة المشاهدين مساءكم خير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 90 دقيقة. الحداشر يا رب، الحداشر يا رب، بعد ساعة بالتمام والكمال من دلوقتي، وتحديدا الساعة 9 بالظبط هتبدأ مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، البطولة الأغلى في القارة. الأهلي بيلعب النهائي الثالث على التوالي، وعينه على إنجاز كبير وجديد وهو تحقيق البطولة ثلاث مرات متتالية. الوداد المغربي متحفز وعاوز يعوض خسائر سنين فاتت، والأجواء الخاصة بالماتش ده تحديداً الحقيقة كلها توتر وقلق ومشاكل، ولكن رغم كل الصعوبات لكن لعيبة الأهلي قدها وقدود، الأهلي حديد وقادرين إنهم يعني يتغلبوا على الوداد على أرضه وسط جمهوره ويرجعوا لنا بالكاس رقم 11. إن شاء الله إن شاء الله الأهلي هيكسب بإذن الله. نشرح الموضوع من الأول. أولاً الطبيعي إنه المباراة النهائية تتلعب طبعاً في بلد محايدة، يعني لا مصر ولا المغرب، طالما الفريقين اللي وصلوا النهائي من مصر ومن المغرب. ده أول خطأ من الكاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي أصر على إقامة المباراة في المغرب. الأهلي طلع بيان في 2/3 يطالب طبعا بالعدالة الكروية، وإنه عاوز إنه إقامة المباراة في بلد محايدة، ولكن لا حياة لمن تنادي. حتى اتصالات الأهلي الكاف ما ردش عليها أو مش بيرد عليها. طيب الأهلي اشتكى في المحكمة الرياضية الدولية، وعلى بقى ما يردوا يكون اللي حصل حصل، ما هو بيحصل اهو. المهم انه الأهلي يا جماعة سلم أمره لله وسافر بدري بدري، سافر المغرب، وفوجئ انه مفيش جمهور ليه، مفيش جمهور. فوجئ بحصوله على 2500 تذكرة فقط، 2500 تذكرة فقط، رغم انه الكاف وعد ان هو هيوفر 10,000 تذكرة للأهلي وجماهيره، يعني ملعب 45,000 متفرج يكون للأهلي 2500 تذكرة وللوداد 42,000 تذكرة. يعني شايفين الفرق عامل ازاي؟ وطبعا ده بيحصل يعني في وقت فوزي لقع المغربي بيقدم كل شيء طبعا للمغرب والوداد، وفي المقابل المصري هاني ابو ريده شايل ايده الصراحه، يعني مش ابيض يا ورد زي ما بيقولوا، لا يرى لا يسمع لا يتكلم، لا عرف يجيب حق مصر في انه انها تعيد مباراة مصر والسنغال، ولا عرف يجيب حقنا في اللي حصل لمنتخب مصر في داكار، ولا حتى عرف ينقل ماتش النهائي لبلد محايد. ورغم كل ده احنا واثقين على فكرة في فريقنا ورجالتنا، واثقين في ان هم هيرجعوا مصر باللقب 11 ان شاء الله. اهلاوي على المكسب ناوي، بيقولوا لي ما يعني بلاش تتحمسي قوي عشان ان اهلاويه اصلي يا جماعه كمان ومصريه، ما كلنا النهارده عايزين الاهلي يكسب، كل المصريين عايزين الاهلي يكسب على فكره. يعني السؤال بقى دلوقتي يا جماعه، هل جمهور الاهلي دخل الماتش ولا لا؟ وعددهم كبير ولا لسه زي ما هو، زي ما قلنا 2500؟
يعني زي ما قال نادي الأهلي، نادي الأهلي اللي قال كده، عشان نعرف طيب التفاصيل أكتر من أرض الواقع. معايا على الهاتف من المغرب الأستاذة حنان الشفاع، رئيس اللجنة التسوية الجماعية المغربية للصحافة الرياضية، نعرف منها الأجواء في ملعب محمد الخامس. أهلا بيك في 90 دقيقة أستاذة حنان. اهلا بك دكتور بسمه وهبه، وللشرف نكون معك دكتوره بسمه على العالم مش فقط المغرب، اكيد انا شكرا. معلش خليكي معايا يا استاذه حنان لان الصوت مش واضح يا جماعه، الصوت مش واضح، ودي مكالمه مهمة جدا. أستاذة حنان لحظة بنظبط الصوت، لحظة معلش هتعبك، ثواني معايا لأن كل كلمة بتقوليها مهمة لينا وللسادة المشاهدين وللجمهور جدا. لحظة معايا أستاذة حنان، كلميني كده نجرب الصوت. ألو مساء الخير أستاذة حنان، معايا كده كويس؟ اتفضلي أستاذة حنان. أنا عايزاكي دكتورة بسمة، يشرف تكون معاك، أكيد أشهر النار على العالم وشهر تتصفح جميع الدول العربية من خلال مقالتك الناجحة. طيب الشبكه في الملعب انا عارفه انها مش ما يعني اكيد هتكون مش يعني مش مظبوطه زي ما احنا بنتمنى، بس عايزينك انك انت توصفي لنا الاجواء دلوقتي في ملعب محمد الخامس عامله ازاي والحضور عامل ايه؟ اكيد دكتور ان الاجواء حماسيه هنا بمركب محمد الخامس، يستعد لانطلاق مباراه النهائي حسب الأبطال الإفريقية لنسمع الإمداد الأهلي المصري. دكتورة الوحدات والأهلي تحقق 10,000 الزراعة جمهور الإمداد، جمهور الأهلي المصري يتواصل بشكل مباشر أو بشكل مسبوق أو بعدد تذاكر. أنتوا سامعين يا جماعة؟ نعم. معلش أستاذة حنان أنا بعتذر لك جدا الحقيقة، يعني هنرجع نتصل بيكي بعد شويه يكون الخط بقى اوضح، لان الحقيقه لا انا ولا الساده المشاهدين سامعين، وكلامك مهم حقيقه ومهم انه احنا ننقل الصوره الحقيقه يعني واقعيه وحقيقيه ومظبوطه ودقيقه من قلب الملعب. طيب قبل ما اطلع فاصل عايزه اقول لكم الحقيقه يعني خبر حلو ومهم، انه هيكون معايا النهارده في 90 دقيقه العالمي، العالمي يا جماعة أحمد حسام ميدو، وإن شاء الله يبقى وشه حلو علينا وأنا كمان إن شاء الله وشي يبقى حلو ونكسب، رغم إنه الزملكاوي وأنا أهلاوية، بس النهاردة مفيش لا أهلاوي ولا زملكاوي، كله بيشجع الأهلي النهاردة. وطبعا العالمي هيتكلم بشكل إن شاء الله مبسط كده عن الماتش وتشكيلاته وتحليلاته. نطلع فاصل لأذان العشاء وأستقبل ضيفي العالمي كابتن ميدو. مشاهدينا برحب بيكم مرة تانية في 90 دقيقة، ودلوقتي بينورني زي ما قلت لكم العالمي أحمد حسام ميدو. أهلا بيك يا كابتن ميدو. أهلا بيك يا بسمة، وسعيد جدا وبتشرف أن أنا موجود معاك النهاردة في يوم مهم جدا للكرة المصرية. إحنا كمان الحقيقة سعداء جدا بوجودك معنا النهاردة في يوم مهم زي النهاردة، وحابة بقى أهم سؤال والحقيقة يعني خايفة الوقت يعدي قبل ما أسأله لك، مهم جدا جدا جدا. انت مع الوداد ولا الاهلي؟ بتشجع مين؟ لا طبعا كلنا النهارده عايزين النادي الاهلي يكسب، حتى وانا راجل زملكاوي انا دايما دايما بقول ان طالما الزمالك بره البطوله خلاص انا مع الفريق المصري الثاني. لو الزمالك عليك. لو الزمالك كان لسه الله بقول الله عليك وعلى طريقه التفكير الرياضيه الحلوه، الزمالك خلاص بره البطوله يبقى كلنا. انا تعمدت اسالك السؤال ده حقيقي عشان تبقى رساله منك للجمهور
جمهور المتعصب. بصي انا يعني انا دايما بقول ان لازم نبقى بنفكر كويس. تاني الزمالك وهو في البطوله لا يمكن اي زملكاوي يشجع الاهلي. أيه. انما طالما ان الزمالك بره خلاص ان النادي الاهلي هو ممثل مصر هو النهارده موجود في النهائي. وانا بقول لك في زملكاويه كتير بيفكروا بنفس الطريقه اللي انا بفكر بيها. طيب قول لي بقى اجواء المباراه يا كابتن ميدو، انت شايف انها بتتلعب في ظروف عاديه النهارده ولا في ضغط على لعيبه الاهلي؟ ضغط لعيب الكوره الذكي اللي عنده خبرات لازم ما يتأثرش لازم يبقى في الملعب بس. لعيبه الاهلي عندها خبرات مباريات النهائيات، بنتكلم على لعيبه خاضوا المباريات، الجيل ده خاض ثالث نهائي يخوضوه. ربما تكون دي الظروف الاصعب، وبتكلم على الظروف الاصعب قبل المباراه والمشاكل اللي حصلت تحديد ملعب والتوتر والقلق بالظبط. لكن اللعيب حكايه الارض المحايده اللي ما عارف يعني تكلمي في مدرب عنده خبرات كبيره، مدير كره عنده خبرات كبيره، كابتن فريق الشناوي عنده خبرات كبيره. اللعيبه هتبقى مركزه في الملعب بس، ولازم اللعيبه تعرف ازاي ان هي تعدي باول ربع ساعه. الماتشات دي اول ربع ساعه مهمه جدا. لازم ما تستقبلش هدف، لازم ما يخشش فيك جون، لازم لازم تبعد الخطوره عن المرمى بتاعك. وده اكيد الكلام اللي موسيماني هيقوله للعيبه. ما هو انا بقى عايز اسالك اقول لك يعني متوقع انه موسيماني مستعد ازاي؟ خطته ممكن تكون ايه؟ يعني عايز يكون مثلا انه يخطف الماتش من اول دقيقه ولا انه يبقى في الهادي كده في الاول ويدافع؟ لا طبعا هو مش هيضغط عالي في بدايه الماتش، هيستنى الوداد وهيلعب على الهجمه المرتده، هيحاول ان هو ما يعملش اخطاء كتيره حوالين ال 18 عشان هم خطرين جدا في الكور الثابته، عندهم اطوال افضل من الاهلي، عندهم امين فرحان. الاول عايزين نستعرض التشكيل بتاع الفريقين. يلا بينا انا هنزله لك وانت بقى قول للساده المشاهدين وانا كمان هسمع معاهم. أوكي. أوكي. يلا بينا. طبعا تشكيل الفريقين، الاهلي الاول، الاهلي على فكره هو صاحب الملعب، هو رغم ان هو ما بيلعبش في المغرب لكن رسميا هو صاحب الملعب. الاهلي الشناوي في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم وايمن اشرف الاثنين سنتر باكين، محمد هاني باك رايت، علي معلول باك ليفت. نص الملعب ديانج وحمدي فتحي، وناحيه اليمين حسين الشحات، وناحيه الشمال عبد القادر، واثنين مهاجمين طاهر وبيرسي تاو. 4-4-2 اللي لعب بيها قدامه فاكس طيف موسيماني، متمسك بنفس التشكيل. طبعا حضراتكم ممكن بتسالوا السوليه بره ليه السوليه. ايه رايك في التشكيل ده؟ طيب يا كابتن انا شايف انه تشكيل كويس جدا. التشكيل انت يعني متوافق مع موسيماني فيه؟ ما عندوش بدائل تانية لان السوليه يعني مع استبعاد قفشه. طبعا قفشه الماتشات دي مش بتاعته بره. تمام. دي مش بتاعته. لا قفشه ممكن يكون ليه دور في اخر تلت ساعه. يلا كمل تحليل. طبعا هو ذكي جدا موسيماني ان هو بيلعب على مشكله الوداد، وده اللي انا قلته امبارح في الريمونتادا. امبارح انا قلت ان هو يلعب 4-4-2 وان هو هيلعب باثنين مهاجمين يعملوا عمق هجومي لفريق الاهلي. هم اكبر مشكله عندهم الاثنين مساكين، الاثنين قلوب الدفاع. هيحاول ان هو يلعب الكره في ظهرهم لان هم بيلعبوا خط دفاع متقدم. وفي صور انا كنت بعتها لحضراتكم يعني طبعا بيحاول ان هو يشتغل بالشكل ده. فرقه الوداد، نقول تشكيل الوداد طبعا لان جمهور الاهلي عايز يسمع تشكيل الوداد. نشوف. طيب يا جماعه نشوف. يلا يا استاذ تامر صحصح معانا. الاهلي تكناوتي طبعا لحراسه المرمى، امين فرحان واشرف داري الاثنين قلوب دفاع، يحيى عطيه الله وايوب عملود ناحيه اليمين، الاثنين دول الاثنين زهراء الجنب خطيرين جدا وهم معاهم الكوره، ولازم حسين الشحات وعبد القادر يبقى ليهم ادوار دفاعيه مهمه جدا معاهم. يحيى جبران اهم لعيب في الوداد، هو ده اللي بيلعبهم كوره نمره 6. هو ده اخطر لعيب. ده ده ده, ده اللي لازم يتضغط عليه. لازم يبقى في حد على طول بيضغط عليه، ده اللي بيلعبهم كوره. ده الهداف بتاعهم. هو الهداف بتاعهم. وفي نفس الوقت لعيب دفاعي مهم جدا. لكن هو اخطر لعيب، هو اللي بيلعبهم كوره. الحسوني والداودي هم الاثنين نمره 8. زهير المترجي وينج رايت، والجعدي رضا الجعدي وينج ليفت، والمهاجم
مهاجم افريقي خطر جدا اسمه امبنزا، لعيب طويل والمترجي خطير برضو. والمترجي كانوا هم طبعا بيعملوا مراجعات على فكره من امبارح ان ايوب عملود والمترجي كانوا قايلين ان هم بره القايمه وان هم مصابين. أيوة. ولكن دي حاجات اكيد موسيماني متوقعه لعيب ده طبيعي. الماتشات الكبيره لازم دايما بيخرجوا حاجات للميديا وان كذا وكذا عشان دايما بيحاولوا ان هم يحطوا المدرب بتاع الفريق المنافس في حيره، مين هيلعب مين مش هيلعب، اوقفهم ازاي، يلخبطوه وهو داخل المحاضره بتاعته. يعني شايف انه يعني المباراه هتمشي ازاي؟ يعني ممكن نشوف جوان مثلا في اول ربع ساعه ولا يعني الماتش هيبقى مقفول شويه؟ بصي انا بقول ان الاهلي السنه دي عنده مرجعيه مباراه الهلال في كاس العالم للانديه، الهلال السعودي. الاهلي لازم يحاول يلعب زي يبدا المباراه زي مباراه الهلال السعودي في كاس العالم للانديه. لو تفتكري كل جمهور الاهلي كان خايف من الهلال السعودي، كان بيقول ان الماتش صعب وكان في تفاؤل كبير جدا في السعوديه ان الهلال هيكسب سكور. الحقيقه الاهلي بدا الماتش من اول دقيقه ضاغط وبيلعب بريتم عالي وبيلعب بتيمبو عاليه حتى فاجئ الهلال. ودي لازم تبقى المرجعيه. خلي بالك بتتكلمي على ماتش من 3 4 شهور بنفس اللعيبه ونفس كل لعيب ونفس المدرب وكل حاجه، مفيش اختلاف كبير يعني. لو انا كنت مكان مع اختلاف الاجواء بس طبعا ولا الاجواء ما كانتش سهله هناك برضو، اجواء صعبه. فريق الهلال السعودي اقوى بكتير من الوداد كافراد وكمجموعه وكمدرب، مع كل احترامي للوداد. الهلال السعودي بتتكلمي فيه لعيبه بتاخد 6 و7 مليون يورو في السنه، ارقام يعني خرافيه. فانا لو مكان موسيماني امبارح هفرج لعيبه الاهلي على الشوط الاولاني بتاع ماتش الهلال السعودي علشان ده دايما ده انا بقول ان الماتش ده عشان يحفزهم ويحفزهم. ايوه، وان انتوا لو قدرتوا تكسبوا الفرقه دي انتوا تقدروا تكسبوا هنا عادي. فحاجات كلها نفسيه. وموسيماني على فكره مميز جدا في الحته النفسيه، بيعرف يحضر اللعيبه بتاعته نفسيا بشكل جيد. انت طالب بعض الصور كابتن طبعاً. ميدو للتحليل. صحيح. طريقه اللعب اتفضل بننزل هنا. ده الشكل اللي بيلعب بيه وليد الركراكي. وليد الركراكي المدير الفني طبعا المنتخب مدرب الوداد كان لعيب مميز جدا على فكره، كان في يعني في جيلنا، هو اكبر مني شويه لكن كان واحد من اللعيبه، كان باك رايت مميز جدا في المنتخب المغربي. بيلعب بالاربعه واحد اربعه واحد دايما بخط دفاع متقدم ودي لازم الاهلي يستغلها. الاهلي عنده سرعات، بيرسي تاو وطاهر الاثنين عندهم سرعات كبيره جدا. ودايما موسيماني كان شغال في الماتشات اللي فاتت ان واحد من يعني نلعب على نقطه ضعفهم يا كابتن. هو ده اللي موسيماني عامله. هو موسيماني عارف كويس جدا ان الحته دي هي المشكله بتاعته. ايوه، الاثنين السنتر باكين بتوعهم دول. هو موسيماني حريف افريقيا. لا هو مدرب على فكره، موسيماني مدرب كبير مذاكر يعني، مدرب كويس قوي. الاثنين اللي قلوب الدفاع بتوعهم السنتر باكين عندهم بطء كبير جدا وبيلعبوا خط دفاع متقدم ودي نقطه ضعفهم. عشان كده موسيماني النهارده بيلعب بطاهر وبيرسي تاو، هتلاقيهم الاثنين على طول واحد بينزل يستلم والتاني بيجري في الظهر وتتلعب له الكره طويله زي ما شفنا في ماتش وفاق سطيف. وهي دي الطريقه وهتشوفي هي دي الطريقه اللي هتاذي الوداد. وهتلاقي لعيبه الاهلي متمرنين عليها بشكل كويس. هتلاقي ان حمدي فتحي بينزل يستلم دايما، بينزل يستلم الكره، واول لما بيستلم هتلاقيه على طول. بس ده طبعا مع تامين الدفاع يا كابتن ميدو. طبعا طبعا ده لعب طويل في الظهر، في ظهر الديفنس هو ده اللي هيشتغل. نجيب الصور الثانيه عشان نشوف الصور الثانيه يا استاذ تامر. يلا ايوه، الماتش قرب. يلا اعصابنا خلاص. لسه. انا متوتره يعني، انا اهلاويه متوتره. عندهم مشكله كبيره جدا ان هم في الكرات العرضيه دايما الحته دي عندهم فاضيه. عشان كده النهارده لازم حسين الشحات لو هاني مكمل في الحته دي يحاول ان هو يكمل هنا. او عبد القادر يبقى ذكي ما يروحش على البعيده في الحته دي، يحاول ان هو ينزل لتحت في الحته دي. عندهم دخل فيهم 3 او 4 اهداف خلال مشوار البطوله من الكره اللي بتتلعب لتحت، وده بيترو اتلتيكو عملوها اكتر من مره ومثلوا خطوره على الوداد. كلها تفاصيل صغيره، احنا لو استغلينا ده هنجيب جون في اول ربع ساعه على فكره. في اي وقت مفيش مشكله. عندهم مشاكل الماتش. عندهم مشاكل نخلصه. عندهم مشاكل يا رب. لكن هم عندهم برضو مزايا، ان هم عندهم باك رايت وباك ليفت بيعملوا عرضيات كويس جدا. عندهم طبعا الحسوني ده لعيب كويس جدا، يحيى جبران لعيب كويس جدا. عندهم راس حربه قوي جدا. ومشكله الاهلي برضو ان ايمن اشرف ده مش مكانه. ايمن اشرف مش مساك. ايمن اشرف ممكن يلعب مساك في 3 ورا، انما في 4 هو ضعيف جدا جدا. نقطه ضعف الاهلي في الديفنس. بس محمد عبد المنعم مصاب، ما هو مش موجود. انا ما بقولش انه عنده خيار موجود. انا ما بقولش انه عنده خيار تاني. لكن بالاسماء المطروحه والاسماء. طب ما كان عنده رامي ربيع. لا لا لا. ايه رايك؟ لا لا، لازم كان يبدا بايمن اشرف. ايمن اشرف اقوى. ايمن اشرف ليدر،
ايمن اشرف بيتكلم كتير في الملعب، والماتشات دي على فكره الكلام مهم فيها. التواصل والكوميونيكيشن ما بين المدافعين مهم. وايمن هو يعتبر القائد بتاع خط الدفاع في حاله عدم وجود بدر بنون. الخساره الكبيره النهارده هو عدم وجود بدر بنون. بدر بنون طبعا ربنا يشفيه كان عنده كورونا وتوابع كورونا، بقاله اكتر من 3 4 شهور ما بيلعبش. لو بدر بنون النهارده كان موجود كان هيفرق جدا مع الاهلي، لانه لعيب مغربي عارف الاجواء دي كويس جدا، بيلعب في الملعب ده معلم في الملعب، وغير ان هو معلم هو كابتن الرجاء المنافس المباشر للوداد. يعني كانك مثلا جايب فحافظهم وهيلعب بغل قدامهم. يعني كانك بالظبط مثلا جايبه مثلا طارق حامد بيلعب قدام الاهلي مثلا. فاكبر خساره للاهلي النهارده هو غياب بدر بنون. طيب انت شايف بقى ازاي لعيبه الاهلي ان هم يمتصوا غضب يعني جمهور المغرب لما يبقى في اجواء صعبه واحنا عارفين ان هيحصل ده؟ الهدوء. انت لعبت في كل الملاعب، كل الملاعب دي لعبنا فيها مع المنتخب، تنصح بايه؟ الهدوء. ما خشش في كلاشات ملهاش لازمه، وخصوصا انه يعني انا بقول ايه، وعايزه الساده المشاهدين وكل الناس واللي بيجمهور واللي بيشجع واللي قاعد دلوقتي بيتفرج واللي مستني، يا جماعه هو مش موضوع بلد وبلد، احنا موضوع نادي ونادي. لا 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 لا. يعني ماتش كوره في الاخر كمان لعبه. على فكره عايز اقول لك حاجه، انا عندي اصدقائي يعني مغاربه كلنا من اللاعبين الدوليين السابقين، من اكتر الشباب المحترمين جدا ومحبين للمصريين طبعًا جدا، طبعا بيحبوا مصر جدا وفي اجازتهم بينزلوا، واحنا العكس. فده ده ماتش كوره. شوف انجلترا حصل ايه. يعني هو بيبقى فيه تعصب من كل نادي لنادي، يعني من كل واحد للنادي بتاعه. صحيح. بس الهدوء زي ما انت قلت. لا الهدوء، وفي حاجات بقى بخبرات اللعيبه المهم بقى اللعيبه مطلوب منهم ايه، ازاي ان انا اكسر رتم الماتش. اكسر رتم الماتش ان انا في الكور الثابته اخد وقتي، رايح اجيب الكره اوت اخد وقتي. ده هم عايزين الماتش يبقى سريع. كل ما رتم الماتش يبقى سريع كل ما المباراه راح ناحيه الوداد، كل ما رتم الماتش يبطا والوقت يعدي الماتش رايح ناحيه النادي الاهلي. فاللعيبه الكبار الشناوي لازم لو في ضربه مرمى ياخد وقته ويحاول ان هو من غير ما يضيع وقته ولا حاجه، لكن ياخد وقته ان هو بدل ما العبها مثلا في 15 ثانيه لا العبها في 30 40 ثانيه. كل ده بيقتل رتم الماتش، ودي كلها طبعا حاجات لعيبه الكره عارفاها، الناس بتاعه الكره عارفاها، اللعيبه عندها خبرات، لازم تقتل الرتم وتبطئ رتم الماتش. طيب دلوقتي يعني هنستعرض معاك يا كابتن ميدو تاريخ مواجهات الاهلي والوداد. يعني شايف كم مين مثلا طريقه انه اسهل للنهائي الاهلي ولا الوداد مع بعض، وتاريخهم وفي يعني هم لعبوا مع بعض 10 مرات قبل كده. الاهلي فاز باربعه والوداد فاز باثنين، اتعادلوا طبعا 4 مرات، والاهداف الاهلي احرز 13 هدف و الوداد احرز 9 اهداف. هدافين المواجهات نجمنا طبعا مؤمن زكريا اللي كلنا بنتمنى له السلامه ان شاء الله، ربنا يشفيه يا رب ان شاء ممكن. الله ويرجع يلعب وينور الملعب باذن الله. احرز هدفين في مواجهات الاهلي والوداد، ووليد الكارتي نجم نادي بيراميدز دلوقتي برضو احرز هدفين في مواجهات الفريقين. تفوق يعني تفوق يعني شويه تفوق صغيرين للاهلي على الوداد. عايزين نجيب مشوار الفريقين في البطولة. يعني طبعا الفريقين لعبوا مشوار الفريقين. يلا يا استاذ تامر انا متوترة. يلا ايوه 90 دقيقة 90 دقيقة قدامنا النهاردة بتفصل الاهلي ان هو يكون بطل افريقيا. الاهلي لعب 12 مباراة، فاز بستة وتعادل باربعة وخسر اتنين، سجل 23 واستقبل 11 هدف. الرقم ده لازم نقف عنده. ايوه استقبل 11 هدف في 12 مباراة، ده رقم كبير جدا على بطل النسخة الماضية. أيوة. والنادي الاهلي إن معناه ان تقريبا الاهلي بيستقبل هدف كل مباراة. وده الماضية والسابقة. ودي مشكلة. مين كان مشواره اسهل يا كابتن ميدو؟ لا الفريقين مشوارهم كان عادي، خلينا نقول عادي. يعني طيب. يعني الاهلي لعبوا فاقس طيف فرقه عاديه جدا في السيمي فاينال، و الوداد لعب بيترو اتلتيكو فرقه عاديه جدا اول مره توصل للدور ده. ما كان يعني متساوي. طيب الوداد يلا مشوار الوداد طبعا لعب 12 مباراه، فاز في 8 وتعادل في 2 وخسر 2. الاهلي خسر مباراتين اكتر من الوداد، سجل 26 واستقبل 9 فقط. الدفاع بتاع الوداد
افضل من دفاع الاهلي في مشوار البطوله، استقبل عدد اهداف اقل من الاهلي والهجوم افضل طبعا. هداف الفريق رقم اللعيب بتاعهم طبعا المسمار بتاعهم يحيى جبران، 5 اهداف اللي الاهلي لازم، اخطر لاعب، اخطر لعيب هو اللي بيلعبهم كوره، هو ده اللي لازم الاهلي يضغط عليه. عشان كده انا متوقع ان موسيماني لما يخسر الكره هيطلب من طاهر محمد طاهر ان هو يسقط على يحيى جبران وان هو يبقى بيضغط عليه على طول، ما يخلوش يستلم الكره بسهوله عشان يحاول يوقفه، يوقفوه يعني. لان ده لو عنده وقت على الكره هيأذي الاهلي. طيب احنا يعني خلاص فاضل دقائق يا جماعه على انطلاق مباراه نهائي افريقيا، والاجواء في ملعب محمد الخامس الحقيقه حماسيه جدا وحضور جماهيري كبير جدا. خلونا نعرف اخر الاخبار من المغرب قبل دقائق من انطلاق المباراه. معانا على الهاتف الاستاذ يوسف عثمان الناقد الرياضي، اهلا بك يا استاذ يوسف في 90 دقيقه. بحييك انا وزميلي الكابتن ميدو. مساء الخير دكتورة بسمة، مساء الخير كابتن. اوصف لنا الاجواء بقى في ملعب محمد الخامس والحضور الجماهيري، تفضل. الحضور الجماهيري حضور كبير جدا منذ الساعات الاولى من صباح هذا اليوم، تقريبا 9 صباحا بتوقيت المغرب كان هناك جماهير كبيره جدا بالقرب من مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. بالنسبه لجماهير الاهلي جاءت وسط تامين، يعني وصلت الى مدرجات بكل امان على عكس ما كان عددهم في المدرجات تقريبا كام العدد قد ايه جماهير الاهلي يا استاذ يوسف؟ تقريبا جماهير الاهلي على الاكثر لن تتعدى 2000 من الجماهير. 2000 من 45,000 يا استاذ يوسف. المشكل ان الكاف قام بخطا فظيع عند بيع التذاكر. في مصر لديكم التلتيمين وهي المنطقة المخصصة لجماهير الأهلي خلال هذه المباراة. الكاف قام ببيع تذاكر هذه المنطقة، حوالي 11,000 تذكرة قام ببيعها خلال الأيام الماضية. خصص المنطقة 7 وهي المحاذية لها لجماهير الأهلي، وزع 2500 تذكرة على جماهير الأهلي. لكن اليوم الجماهير تتفاجأ بأنه تم تغيير الأماكن ومنح جمهور الأهلي الثلث يمين، والطلب من جمهور الوداد الاكتظاظ في المناطق الأخرى. كان هناك بعض المناوشات لكن الحمد لله كل شيء صار بخير الآن. الأجواء يعني كل شيء مستعد للمباراة تبقى في ميعادها. بس في حاجة مهمة بس عايزين نعرفها، وبرضو كابتن ميدو عايز يسأل على حاجة، بس خليني أسألك الأول، هل كان في أي أزمات جماهيرية قبل دخول الجماهير؟ يعني هل في تأمين مثلا كافي لبعثة النادي الأهلي في المغرب؟ دكتورة بسمة، أنت تعرفين المغرب وتعرفين عمق العلاقات ما بين المغرب و... أنا لسه بقول طبعا فهذه الأشياء بالنسبة لنا من المسلمات، تأمين الأهلي وتأمين العائلة الثانية للمغاربة من مصر، يعني هذه أشياء مفروغ منها. اليوم حضور أزيد من 3200 شرطي إلى جانب نفس العدد تقريبا من القوات المساعدة، وهي قوات تشبه إلى حد ما قوات الأمن المركزي في مصر، يعني أكثر من 3000 رجل أمن أو 6000 رجل أمن موجود هنا باستاد محمد الخامس. ده شيء مطمئن. كابتن ميدو عايز يسألك أستاذ يوسف. أستاذ يوسف مساء الخير. قناة النادي الأهلي، قناة النادي الأهلي وصفة الأهلي الرسمية عرضت فيديوهات للأمن المغربي بيمنع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن حسام غالي والأستاذ خالد مرتجي العمري والأستاذ خالد مرتجي من الدخول إلى الملعب، وحدثت مناوشات يعني ما بين الأمن وما بين أعضاء مجلس الإدارة. أعضاء مجلس الإدارة دلوقتي حضرتك شايفهم دخلوا الملعب؟ بطبيعة الحال كانوا داخل الملعب. هو وقع مشكل كما أشرت من طرف الكاف. الكاف قام يعني بتغيير أماكن الدخول حتى بالنسبة لبعض يعني المدعوين من المستشهرين تم منعهم رجال الأمن. أنت تعرف أن رجل الأمن يطبق يعني دخلوا طيب؟ نعم بطبيعة الحال. أعتقد أن كل يعني المدعوين وبعثة الأهلي الآن متواجدة داخل الملعب. أعتقد أن الصور وصلتكم لدخول لاعبي الأهلي قبل المباراة تقريبا بحوالي 2 ساعة من أجل تعرف على الأجواء داخل الميدان. يعني إلى حد الآن لا توجد أي أزمات. إن شاء الله المباراة تعدي بأمان بإذن الله.
انا يعني شايفه انه كل شيء على ما يرام. بشكرك جدا استاذ يوسف عثمان، وان شاء الله الماتش يمر بسلام باذن الله. كابتن ميدو، انا شايفه انه الدنيا هاديه اهي زي ما احنا شايفين، لا 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 ومفيش لحد دلوقتي ازمه ولا في توتر. يعني في توتر طبعا، هو يعني هو مفيش اشتباك، مفيش مشكله، مفيش حاجه. الدنيا ماشيه سالكه زي ما بيقولوا. طيب خلي بالك، اكد لك ان الامن المغربي اول حاجه امن قوي جدا. أيه. جدا. مش هيسمح باي تجاوزات او اي حاجه. هتلاقي جمهور الاهلي متامن بشكل كويس. أيه. انا كنت اتمنى من الامن المغربي و المسؤولين في المغرب ان هم يسهلوا من اجراءات دخول اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الى الملعب، لان لا يصح ان نائب رئيس النادي الاهلي وكابتن حسام غالي، واحد من الكباتن التاريخيين للنادي الاهلي، وباقي اعضاء مجلس الاداره طبعا، من ان احنا نشوف الفيديوهات ان بيتم منعهم وفي احتكاك وفي سب وفي مضايقات. على يعني فكرة يعني لما انا في الحاجات دي بحب، يعني طبعا انا مش يعني انا اصل الفيديوهات اتعرضت، مش عارفه الواقع ايه بالظبط. لا الفيديوهات اتعرضت في قناه الاهلي وفي الصفحه الرسميه. بس اهم حاجه احنا بنقول ايه، دخلوا بسلام والماتش الناس، لانه ده بيأثر على اللعيبه على فكره. يعني لما يحصل قلق كده ما هي اللعيبه بتتأثر. فالحمد لله ان هم دخلوا، اكيد اللعيبه ان شاء الله تكون هاديه. معانا الحقيقه على الهاتف الفنان القدير الزملكاوي الكبير. افرح بقى، انبسط. شفت انا بحييك ازاي؟ ها شفت، اهلاويه وبعمل مداخله النهارده لفناننا الكبير عم صلاح عبد الله. يا حبيبي ازاي صحتك، عامل ايه؟ لا ايه الحلاوه اللي انت، ايه العسل ده؟ ده حلاوتك انت يا جميل. ازيك يا عم صلاح؟ واللبس ده ميلو. اهلا بحضرتك يا ميلو، بقالنا كتير ما بنتقابلش على تويتر يا ميلو. والله لا ليه، ده انا متابعك على تويتر على طول، والنهارده شايف النيو لوك اللي انت عامله. مش انت عامل نيو لوك برضه؟ لا كده ما شفت انت. صحيح. طيب. طيب. قول لي بس، ما والنبي انا كاتب ايه؟ بس قوله بسرعه بقى، ده الماتش هيشتغل يا ميلو. الراجل ولا ايه؟ عم صلاح عبد الله يعني ايه، راجل زملكاوي بس متوازن جدا. ما انا عايزه بقى اساله النهارده بقى، هتشجع مين النهارده يا عم صلاح؟ عايزاه يقولها. يقولها. يعني ميلو. ده هو كاتب ان هو شجع الاهلي. طبعا. انت جميل. طبعا. طيب عايزه بقى رسالتك ليه النهارده للنادي الاهلي، رسالتك ليهم ايه عم صلاح يا جميل، وجماهير النادي الاهلي، جماهير الكوره في مصر كلها؟ لا جماهير الاهلي مش هنتكلم عليها يعني، لا جماهير الاهلي جمهور عريض عصيب، بيحب ناديه جدا وبيحب الكوره جدا، وبيقف في ظهر فريقه ولاعيبته وناديه على طول بكل قوة. أنا عايز أقول للعيبة، تحدي الظروف، أنتوا أقوى من الظروف، لأن أما جابوا الملعب دلوقتي كلنا زعلانين ومتضايقين إن مفيش تكافؤ الفرص اللي هو المفروض يبقى موجود، ولا إيه يا ميدو؟ طبعًا، ما إحنا بنتكلم في الكلام ده حضرتك يا صلاح. يعني طبعًا الاتحاد الأفريقي كان عنده عوار في إجراءات استضافة المباراة. أيوة. المفروض الطبيعي مش المفروض ده كان من شهرين ثلاثة يحصل التقديم ده، هم قالوا كده. لا هو الإجراءات شرعية ولكن باطلة في نفس الوقت، يعني هم يعني إيه استخدموا الشرع بالباطل. يعني الإجراءات هم عملوها صح، ولكن المفروض الطبيعي إن بيتم حجب الملعب اللي استضاف المباراة النهائية للموسم الماضي، بيتم حجبه من الملاعب اللي ممكن انها تستضيف البطولة. هم حطوا مركب محمد الخامس السنة دي كمان، وهو كان عليه السنة اللي فاتت، زي ما حصل في انجلترا وليفربول وريال مدريد ولعبوا في فرنسا وكان برضو متحط. يعني كل اللي انت بتقوله ده ينطبق على ده، الناس جاهزة من بدري في اوروبا. فين بقى كابتن هابي هانيا بوريدا من الكلام ده يا عم صلاح؟ يعجبك الكلام ده يا عم صلاح؟ لا ما عجبنيش. فين بقى لعيبه الاهلي رجاله وان شاء الله يرجعوا بالكاس، بس فين بقى هانيا بوريدا من الكلام ده؟ والله بس ما حتى انا سمعت حاجه زعلتني، في حصل حاجه كده في دخول الكابتن الخطيب وكابتن فتحي مبروك، مش عارف الكلام اللي سمعته ده مظبوط ولا لا، انما يعني ايه المهم يعني ان احنا نتمنى ان وجودكم الحلو دوت ودعوات المصريين كلهم إن شاء الله بإذن الله كمان ساعة ونص كده وساعتين كل مصر تبقى فرحانة إن شاء الله. إن شاء شكرا الله. لحاج صلاح، بشكرك جدا فنان الكبير صلاح عبد الله. راجل جميل. بشكر ميلو
منور يا ميدو. شكرا يا فندم، شكرا. راجل جميل يعني جدا جدا جدا. توقعاتك ايه بقى للماتش؟ توقعاتي ان هو ماتش صعب. صعب صعب جدا، ماتش صعب جدا على الاهلي. مغصبيني. بصي لعيبه الكوره مش ملايكه، لعيبه الكوره لازم الناس تبقى عارفه ان هي هتبقى متاثره شويه بالاحداث والتوتر اللي قبل المباراه. مش كده بقول لك مفتاح مكسب الاهلي النهارده ان هو يعدي اول ربع ساعه. اول ربع ساعه هي المفتاح السحري بالنسبه للاهلي. لازم يبقوا اذكياء جدا 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 في التعامل. تفتكر الجمهور هيبقى ملتزم؟ لا الجمهور هيبقى ملتزم. الجمهور على فكره الجمهور المغربي يعني بيشجع، يعني مش هيحصل اي مضايقات للنادي الاهلي نهائي. انا بقول لك 100% بيشجعوا وبيولعوا شماريخ ويعني بي 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 هيشجعوا فريقهم. بيشجعوا فريقهم طبعا طبعا طبعا. بس مش هيبقى فيه اي مضايقات للنادي الاهلي ولا ضغط عليهم. لازم لازم لعيبه الاهلي تبقى اذكياء في ان هي ما تستفزش حد. ده جمهور درجه ثالثه. ده جمهور بتاع الوداد ده النهارده جمهور درجه ثالثه. جمهور بتاع شارع، بتاع كوره، جمهور بيخش بالتذكره بتاع زمان اللي بيخش ب 20 جنيه. معجون كوره. مع جمهور كوره، ما تستفزوش. خليك ذكي، ما تخشش في خناقات وكلاشات في اول الماتش وتستفزهم. خليك انت في ملعبهم. خليك ذكي، عدي بالماتش بالامان، خليك هادي واللعيبه الكبار تبقى هاديه وتهدي اللعيبه اللي حواليها. ما تخشش في صدامات مع اللعيب المنافس. ما فيش حد من الخط بره، مدير الكره او المدير الفني يخش في صدام مع الجهاز الفني بتاع الوداد. الكلام ده لو حصل الماتش هيقلب اجريسيف جدا. هيبقى ماتش اجريسيف. يركز في الماتش وبس. لا ويبقى ذكي. تبقى ذكي. انت النهارده ده اكيد انت بتلعب في ملعبهم، بتلعب في المكان بتاعهم. هم بقى صح غلط ايا كان، لكن بتلعب في الملعب بتاعهم. لازم يبقى في ذكاء في التعامل مع الموقف. والاهلي عنده المدرب وعنده الخبرات من اللعيبه والكباتن. طبعا انا لسه كنت هقول لك يعني اكيد لعيبه الاهلي عندهم الخبرات. الخبرات دي المشكلة. نادي كبير ومجلس الاداره وكابتن الخطيب المشكله دكتوره بسمه ان الكوره فيها ادرينالين عالي جدا. فساعات ممكن الهيت بتاع المومنت او بتاع اللحظه او السخونيه بتاعت اللحظه تخليك تخرج عن شعورك. لازم هو ده لازم يمسك اعصابه. وهنا انا بقول يمسك اعصابه. وهنا اهم عنصر لا يستفز بسهوله. اهم عنصر موجود النهارده بره الخط لازم يبقى له دور كبير جدا في ان هو يهدي الناس كلها هو سيد عبد الحفيظ. ما ينفعش سيد عبد الحفيظ يخرج عن شعوره. لا عشان ما يتعصبش، عشان دايما بيتعصب. لا هو بيتعصب وبعدين كمان وبيعصب ويوتر اللعيبه. ده هو دوره كمان ان هو لازم يهدي موسيماني ولازم يهدي. يا جماعه قولوا للكابتن عبد الحفيظ بقى بلغوه الرساله دي، قولوا له اهدى كده اهدى. لازم ليه دور، ليه دور مهم جدا. وده دور مدير الكوره. لازم يبقى اكيد هو واخد تعليمات من كابتن محمود الخطيب. هدي الناس، اهدى بقى، كل الناس لازم تبقى هاديه. لان اي خروج عن النص او اي رد فعل الماتش هيقلب نار. هتبقى 90 دقيقة صعبة جدا. لازم تعدي الوقت بهدوء. طيب آخر سؤال، يعني إيه رأيك في حكم المباراة جوميز؟ حكم هايل فيكتور جوميز، أفضل حكم في أفريقيا. ولكن اختياره كان اختيار خاطئ من الاتحاد الأفريقي. ليه؟ لأنه ليه تاريخ أسود مع موسيماني. وأنا عرضت الكلام ده في الريمونتادا طبعا. عنده ده هو طرد موسيماني قبل كده في احدى المباريات في 2018، مباراه سان داونز. وموسيماني رغم ان هو من بلده على من فكره بلده. لا بس بينهم تاريخ اسود. ده موسيماني قعد سنه كامله بيهاجم فيكتور جوميز. وانا عرضت الكلام ده في الريمونتادا الاسبوع اللي فات. ان موسيماني هاجمه وقال ان هو حكم بتاع شو وان هو راجل كذا. فانت المفروض كاتحاد افريقي تبقى عارف ان في هيستوري ما بين المدرب وما بين الحكم. انا واصلا انا ضد فكره ان انت تجيب حكم من جنسيه احدى المدربين. ما هو ما فيش حاجه بتحصل في الماتش ده على هوانا ابدا. لان الاتحاد الافريقي اتحاد فيه فساد كبير جدا. كبيره يعني مشكله. انا يعني بشكرك جدا. شكراً. النجم شرفت. العالمي كابتن ميدو، ونورتني في استوديو 90 دقيقه. ونبقى نكلم بعض بقى في الهوا، نبلغ بعض. ما انا شغاله وانت شغال. لا انا مش شغال، انا شغال بعد الماتش. انت بعده يا بختك. انا عمري بعمل غلطه بتاعتي. ينفع كده؟ اشمعنى ميدو يا جماعه؟ عشان انا معادي 11. هو ميدو على راسه ريشه. لا يعني انا معادي 11 اصلا. انا هقدم شكوى يعني يا جماعه مني لقناه المحور. اكلمك. اشمعنى كابتن ميدو يقعد يتفرج على الماتش وانا شغاله؟ هو انا مش بني ادم؟ ده هو زملكاوي وانا اهلاويه على فكره. ارحم اهلاويه. انا هقدم شكوى للاتحاد الافريقي. على فكره ان شاء الله باذن الله بالتوفيق للنادي الاهلي. نورتنا كابتن ميدو. ان شاء الله وشك يبقى حلو علينا. شكرا. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى.
مشاهدينا برحب بيكم من جديد، وعدى ربع ساعة من الماتش ولسه التعادل 0-0، وشايفة انه الاهلي شكله كويس في الملعب. انا قاعدة بتفرج اهو، واللعيبة مش هايبة الموقف، والجمهور كويس، والدنيا تمام، مفيش اي حاجة. يا رب كده لحد اخر دقيقة ونرجع بالكاس ان شاء الله. خلونا بقى نتابع اللي بيحصل بعيون مراسلينا، ومعايا مراسلنا عبد الرحمن داوود من المهندسين. برحب بيك يا عبد الرحمن. كل متابعي نادي الاهلي وكل عشاق الكره المصريه، للاسف يعني خليني ابدا بالهدف الاول اللي جه دلوقتي في النادي الاهلي احرزه نادي الوداد لسه حالا يعني وانا بتكلم مع حضرتك، لكن ده اكيد ما يقلقناش لانه النادي الاهلي سريعا ما يعود. جماهير الاهلي اللي راحوا المغرب حتى الان هم المتواجدين في المدرجات، اول ما تدخل كده يجي الجون فينا كما وفرت ليهم بجد يا جماعه يعني، أنا لكن النادي الاهلي بطبيعته بيعود سريعا، ونتمنى ان شاء الله الفوز لممثل مصر في افريقيا. النادي الاهلي حتى الان اللي جاب الهدف يا جماعه دلوقتي المترجي اللي ميدو لسه محذر منه دلوقتي، وكانوا بيقولوا المصاب بالفعل هو اللي جاب الهدف، هو المترجي اللي اتكلمنا عنه اكتر من مره. تاريخ المواجهات المباشره ما بين النادي الاهلي وما بين الوداد كانت 10 مباريات، منهم 4 فاز النادي الاهلي و4 مباريات كان نصيبها من التعادل، اما الوداد فاز في مباراتين 2 فقط يعني، فده يدينا دافع ويطمن جماهير النادي الاهلي كلهم انه ان شاء الله النادي الاهلي هيرجع بالكاس، وان شاء الله الاهلي سريعا ما يعود. بنتمنى طبعا للمدرب بيتسو موسيماني التوفيق في تشكيله اللي هو حاطه النهارده. عبد الرحمن قول لي مهمه عايزه اعرف منك، الناس اللي قاعده عندك استقبلوا الجون اللي جابه الوداد ازاي؟ قول لي الناس ردود افعالها ايه؟ بلاش اوصف لك، بلاش اوصف لك، خلينا ولا أنا نسمع أوصف الناس لك. افضل يعني اتفضل ولا انا اوصف لك. محمد هندي يا فندم. استاذ محمد اوصف لي شعورك بعد الهدف الاول يعني. والله هو الشعور اكيد شعور حزين جدا جدا، لكن ده كويس انه جه في البدايات، وفي كوره قبلها خبطت في العارضه، وللاسف الشديد الاهلي ملوش اي صفه هجوميه لحد الدقيقه 16 او الدقيقه 17، لكن من المتوقع جدا ان الوداد بصفه ان هو صاحب الارض والجمهور ان هو يكون صاحب المبادره. في شايف ايه الاسباب انه الاهلي يجي فيه جون من الربع ساعه الاولى؟ والله زي ما قلت لحضرتك ممكن يكون الاهلي طول في فتره جس النبض او حب يتراجع شويه بحيث ان هو يسحب فريق الوداد للهجوم ويعمل هجمه مرتده، وده اعتقد ان ده بيحصل، والاهلي معروف دايما انه في البدايات ما قليلا ما يحرز اهداف البطوله الافريقيه في بدايه المباراه، لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي هيعود تاني، وانا اتوقع ان تكون النتيجه تتغير في فتره قريبه، على الاقل ممكن يطلع التعادل في الشوط الاول. واعتقد ان موسيماني هيغير الخطه، لان فعلا الخطه مش هجوميه خالص خالص خالص، وده متوقع زي ما قلت لسعادتك في بدايه الامر، لان الوداد صاحب الارض والجمهور ومن الفرق القويه، مش فرق بسيطه يعني. شكرا لحضرتك. نستقبل واحد تاني من الجمهور وكمان يعني مرتدي تيشيرت الاهلي. برحب بيك، تعرفك الاول فاهم منير. يعني شعورك بعد الهدف الاول، وشايف ايه مجريات الامور لحد دلوقتي من خلال متابعتك لمباراه الاهلي والوداد؟ والله هو الماتش يعني مش عارفين نقول ايه من البدايه، علشان خاطر من البدايه الناس هي اللي اصرت ان الماتش يتلعب هناك. الاتحاد الافريقي شايف ان الاهلي مش لازم ياخد البطوله 3 مرات ورا بعض، مش عارف، حاسس ان هم يعني كومبينه على الاهلي. الاداره من الصبح عماله التذاكر، مشاكل في التذاكر، مشاكل في المدرجات، ربنا يوفقهم. لكن برضو خلينا نقول انه في الاول وفي الاخر الكوره واللعيبه في الملعب هي اللي بتحكم، الظروف الخارجيه يعني يمكن مش بالتاكيد تكون مؤثره لانه اللعيب هو اللي بيحكم. هل شايف انه لعيبه الاهلي ممكن ترجع خلال الدقائق اللي جايه؟ طبعا طبعا طبعا، الاهلي معودنا على كده، الاهلي معودنا على كده جامد، روح الفانيله نفسها معودانا على كده، تاريخ الاهلي بيقول كده. الماتش اللي قبله كنا مع الرجاء كنا متاخرين بواحد برضه، وتعادلنا وصعدنا من للنهائي من نفس الملعب ده، وان شاء الله هناخدوا البطوله من نفس الملعب ده ان شاء الله باذن الله. توقعاتك مين ممكن يسجل النهارده من لعيبه الاهلي؟
اتوقع شحات بينام وطلع في الماتشات اللي زي دي. طب لو انت مكان بيتسو موسيماني ممكن تعمل ايه في التغيير علشان تحسن من شكل الاهلي قدام الوداد النهارده في النهائي؟ هو يستمر على هذا وينزل مجدي قفشه عشان مجدي بيعرف يمسك كوره كويس لان الماتش رتمه سريع فعايز لعيبه مهاريه تعرف تستلم من تحت وتوصل لقدام. فمجدي قفشه ان شاء الله باذن الله ممكن ينزل الشوط الثاني. وأليو ديانج محتاج ان هو في الماتشات دي مش عارف تملي كده بحس ان هو منزعج تملي أليو ديانج في الماتشات دي مع انه لاعب كبير فمحتاج أليو ديانج بس يثبت شويه محتاج بس مش اكتر ولا اقل. شكرا لحضرتك جدا يا فندم. عفوا حبيبي. طبعا دي كانت ردود افعال بعض الجماهير اللي حاضرين هنا. انا للاسف يعني يبان الحزن على كل الجماهير الموجودين في الكافيه هنا في المهندسين. كمان خلينا نشيد هنا بالمكان انه في اتباع الاجراءات الاحترازيه ما فيش تزاحم. فده يعني شيء كويس جدا يطمننا ان شاء الله على جميع يا عبد الرحمن يعني انا عبد الرحمن انا شايفه انه الناس حزينه بس متفائله في تفاؤل لسه الوقت يا جماعه لا لسه بدري جدا. انا بشكرك جدا يا عبد الرحمن. النادي الاهلي معود كل جماهيره انه بلس 90 يعني العفو يا دكتوره تحت امرك العفو اتفضل. لا كمل يا عبد الرحمن. لا مش يا جماعه بقى اتفضل يا عبد الرحمن كمل. دكتوره بسمه زي ما احنا متعودين يعني جمهور الاهلي يعني متعود من نادي على انه دايما بيرجع ويمكن شفنا ده في واحد من المباريات السابقه انه الاهلي كان خسران 1-0 في الدقيقه 94 في الدقيقه 92 ودي 94 جاب الهدفين هدف التعادل ثم هدف الفوز. فده يطمنا جدا عن النادي واحنا واثقين انه الاهلي هيغلب ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق طبعا لممثل الكره المصريه ان شاء الله النادي الاهلي اللي بيلعب في المغرب. بعض الظروف اللي واجهته من الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي يعني كان في بعض التحيز ان ماتش انه يتلعب في المغرب كانت غريبه شويه مع انه يعني كان في اكثر من دوله تقدمت بالطلب لاستضافه المباراه دي. لكن يعني الظروف دايما بتقابل وتواجه النادي الاهلي في كثير من هذه المباريات. رغم كده نصور الاهلي بيتغلبوا عليها ان شاء الله. بنتمنى الفوز لممثلين جمهوريه مصر العربيه في هذه البطوله. حتى الان النادي الاهلي المصري بلاعبته وان شاء الله ان شاء الله يا عبد الرحمن وبشكرك جدا يعني يا عبد الرحمن. حقيقه برضو نقلت لنا يعني صوره كنا حقيقه يعني حابين ان احنا نشوفها وواثقين انه الناس اللي الحقيقه اللي اتكلمت فعلا عندها ثقه في فريقها وفي بلدها. معايا الناقد الرياضي من المغرب محمود احمد. مساء الخير يا استاذ محمود. انقل لنا اهم حاجه الاجواء عندك يا استاذ محمود. ايه الاخبار قول لي. هي الاجواء دلوقتي يعني بتستاهل بعد ما الوداد احرز الهدف يعني الدنيا بقت تستاهل دلوقتي. كانت الاهلي دلوقتي كان هيجيب الهدف التعادل بس طلعت بره يعني. فالجماهير قويه جماهير الوداد اعداد كبيره جدا عكس اللي احنا كنا بيقولوا 10,000 للوداد. لا الاعداد كبيره جدا للوداد عكس جماهير الاهلي يعني احنا لو عملناه جماهير الاهلي هتبقى 2000 واحد. بس الاهلي يعني متعود على الضغط ده يعني مش اول مره يا استاذ محمود. لا الاجواء المنظمين منعوا كمان دخول الكابتن الخطيب في الاول ومجلس الاداره من بره على الباب وده اتحل طيب يا استاذ محمود ولا لا؟ ايه يا استاذ؟ هل المشكله اتحلت؟ الو هل المشكله اتحلت يا استاذ محمود سامعني؟ الكابتن خطيب دلوقتي موجود في المدرج هو والاستاذ مرتجي موجودين مع معالي السفير ياسر عثمان. تم حل المشكله يعني. شايف مجريات الماتش عامله ازاي؟ الاهلي مش الكوره يعني فريق الوداد اهو فريق الاهلي كان هيجيب جون اهو ان شاء الله يكون وش حضرتك حلو كده وان شاء الله الاهلي كان هيجيب جون دلوقتي. طب دي تاني كوره يعني خطيره تضيع
معناه ان احنا قريبين برضو، يمكن ممكن نتعادل ونكسب، يعني ايه المشكله؟ هيحصل يعني ان شاء الله. ان شاء الله عندنا امل، عندنا امل في اللعيبه ان شاء الله ان هم يكسبوا وياخدوا بطوله الله ان شاء الله. بشكرك جدا الناقد الرياضي الاستاذ محمود احمد، كان معانا من المغرب. ومعايا من مركز شباب الجزيره مراسلنا محمد حسنين. يا جماعة من فضلكم يعني قولوا لي، عشان انتوا شكلكم ألو؟ ألو؟ أيوة ألو. محمد منورنا. ألو؟ يا محمد في 90 دقيقة وبرحب بيك، احكي لنا ايه اللي بيحصل. جون جون، وشك حلو يا محمد، وشك حلو يا محمد. طلعت بره. طب حسنين لما تبدا ولا شيء اصلا. طب يا جماعه ليه بتقولوا لي انه جون؟ يلا يا مسهل، يلا يا مسهل، شوت يلا يا جماعه. بجد انا مش عارفه اشتغل والله، يا راجل حرام عليك، ضغط عصبي مش طبيعي. وبعدين ليه بتقولوا لي جون؟ يا استاذ عمرو مش عارفه اشتغل يا استاذ عمرو والله بجد، يعني انا مش قادره اشتغل، اشتغل ازاي؟ طيب محمد، محمد، محمد معايا ولا راح؟ ان شاء الله هتيجي بقى المره الجايه جوه الجون باذن الله. محمد معايا واضح انه المشكله في الشبكه يا جماعه، او مشكله فينا احنا، احنا ما حدش عارف يركز ابدا واعصابنا تلفانه جدا جدا. طيب خلونا نطلع فاصل يا جماعه، اعصابنا تهدى شويه. استاذ سامر طلعني فاصل. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع، وان شاء الله يكون جي جون باذن الله ان شاء الله، والاهلي قادر والجمهور واثق منه قوي ان شاء الله. مشاهدينا برحب بيكم من جديد، وعدى نص ساعة ولسه الأهلي متأخر بجون. ومعايا دلوقتي من مركز شباب الجزيرة مراسلنا محمد حسنين. برحب بيك يا محمد. تحياتي لحضرتك الدكتورة بسمة وهبة، وتحياتي لكل مشاهدين البرامج وتحياتي قناة المحور وبرنامج 90 دقيقة في كل مكان. يعني انطلقت منذ حوالي نصف ساعة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. يعني عايز أذكر الناس إن طبعا المباراة بتقام على ملعب أو مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب. عايز أذكر برضو الناس بالنتيجة دلوقتي، الأهلي متأخر بهدف، ولكن كلنا عمل في لعيبة النادي الأهلي، كلنا ثقة في لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله إن هم في الوقت الباقي من المباراة ان شاء الله يعودوا للمباراة تاني، وان شاء الله يحققوا الفوز. يمكن كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي بتمني النفس طبعا بكل النادي الاهلي عشان يحقق البطولة رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي والثالثة على التوالي. اعتقد لو قدر رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي والثالثة على التوالي، اعتقد لو قدر النادي الاهلي انه يفوز بالمباراة النهاردة هيكون انجاز كبير يحسب لمجلس ادارة النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، وكمان يحسب ليه بس مستر بيتسو موسيماني المدير الفني جنوب افريقيا للنادي الاهلي، اللي في الحقيقة يعني بيعمل انجاز كبير جدا مع النادي الاهلي، وبيكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ المدربين الاجانب اللي دربوا النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره وخلال تاريخ النادي الاهلي، امثال طبعا هيدو كوتي وامثال مستر مانويل جوزيه. احنا متواجدين هنا يا استاذه بسمه، كاميرا قناه المحور كانت حريصه على التواجد في مركز شباب الجزيره اللي جاهز من الصبح لاستقبال كل اعضاء مركز شباب الجزيره اللي دايما بيتوافدوا على المركز عشان يتابعوا المباراه المهمه. انا معايا طبعا مجموعه من جماهير النادي الاهلي. يا استاذه بسمه يا دكتوره بسمه، خلينا طبعا اتابع معاكي كده ردود افعالهم. شاف المباراه ازاي؟ يمكن عدى نص ساعه والاهلي متاخر بهدف، شاف المباراه ازاي؟ والله هو الاهلي دايما عودنا ان احنا نلعب لاخر دقيقه، واحنا متفائلين دايما ان احنا هنكسب، دي حاجه الاهلي علمها لنا.
ويا رب دايما ان الناس ديت ما تروحش زعلانه، خاصه ان احنا كده كده بنتحارب يعني من الكاف ذات نفسه فاهم، منظمه فاسده، فمش محتاج ان احنا نتكلم عن الكوره عامه. الاهلي محتاج ايه عشان يرجع في الشوط الثاني او في باقي الوقت من المباراه؟ والله هو الراي راي الكابتن موسيماني مش راي كمشجع، انا كمشجع اللي عليا ان انا اقول اخطائي بعد المباراه، ما اقدرش احكم على مباراه وهي سايره. بس عايز اخد رايك كده في المباراه او في النص ساعه اللي اتلعبت من المباراه، شايف المباراه ازاي وشايف ان النادي الاهلي يقدر يرجع في النتيجه؟ اكيد طبعا الاهلي معودنا دايما ان هو بيلعب لاخر دقيقه لاخر نفس، وان شاء الله في جون قبل ما الشوط الاول يخلص، وان شاء الله الناس دي ما تروحش زعلانه ويفرحنا ونستحمل الضغط الجماهيري اللي في الملعب دوت اللي ما حدش كان متفق عليه اصلا، بس اتفاجئنا بيه كلنا يعني. بس ان شاء الله شايف الاهلي محتاج عشان يرجع في النتيجه؟ محتاج شويه حماس بس كده، وان شاء الله لعيبه رجاله بتاعتنا، وان شاء الله الجون جاي وهنكسب باذن الله. عايز اخد رايك يعني، عدى نص ساعه من المباراه والاهلي متاخر بهدف، ولكن النادي الاهلي علمنا ان مفيش مستحيل وانه يقدر يعود في النتيجه. ان شاء الله باذن الله هيرجع في النتيجه، والاهلي ماشي كويس واللعيبه ماشيه كويس، وان شاء الله هنرجع في النتيجه وهنكسب. شايف النادي الاهلي محتاج ايه عشان يعود في النتيجه ويقدر يحقق الفوز النهارده ويحقق البطوله رقم 11 والثالثه على التوالي؟ هو بنفس الحماس ده ان شاء الله هنرجع في النتيجه باذن الله وهنكسب باذن الله. يمكن دي كانت يعني ردود فعل مجموعه من الجماهير الحاضره هنا في مركز شباب جزيره واللي بتابع المباراه. طبعا يعني بنتمنى ان النادي الاهلي يقدر يعود في النتيجه ويقدر يحقق ان شاء الله النهارده الفوز عشان يفرح كل جماهيره المتواجده في كل مكان في مصر والوطن العربي وكمان الجماهير الموجوده في العالم كلها. ده طبعا كل التفاصيل هنا في مركز شباب الجزيره. يا دكتوره بسمه، والان العوده اليك، اتفضلي. بشكرك جدا يا محمد، وان شاء الله الجمهور مش هيطلع زعلان باذن الله. معايا على الهاتف الناقد الرياضي محمد مهدي. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بك يا دكتور، واهلا بكل المشاهدين الكرام. قول لي ازاي شايف الماتش لحد دلوقتي؟ والله يعني تاخر النادي الاهلي بهدف نتيجه منطقيه، يعني الاجواء اللي حصلت قبل الماتش وازمات الجمهور والضغط الجماهيري طبعا، يعني ملعب كامل متقفل لجمهور الوداد المغربي مقابل 2000 مشجع بس للنادي الاهلي، فبالتالي ان ده عامل ضغط كبير على لعيب النادي الاهلي، وده طبعا زمام الامور كلها. لعيبه الوداد بيلعبوا مستريحين في ملعبهم وسط وعلى ارضهم وسط جمهورهم، فبالتالي انه بداوا ضاغطين على النادي الاهلي، ضيعوا هدف مبكر كره في العارضه في اول 10 دقائق، وكمان جون مبكر للمترجي يعني من اخطر لاعبي الوداد، واللي حصل طبعا الايام اللي فاتت لسه محذرين منه كابتن ميدو، لسه كنا مع بعض في اول الحلقه كان بيحذر منه وقال انه لاعب خطير وقالوا انه مصاب يعني تتويه ولاعيب. بص بالظبط يا دكتور، بس ده بيحصل في الماتشات الكبيره، كل مدير فني بيبقى عنده اوراق رابحه بيحاول ان هو يضلل الطرف الاخر، فبالتالي يعني جبران لاعب الترجي ولاعب الوداد والمترجي لاعب الوداد من اخطر العناصر في فريق الوداد، فبالتالي انه كان لازم يحصل لعيب من مدرب الوداد على اخطر العناصر اللي عنده بحيث ان هو يعمل تمويه للنادي الاهلي. ولكن يعني بعد الهدف المبكر للوداد النادي الاهلي امتلك زمام الامور تماما وسيطر على الملعب. طيب استاذ مهدي، خليني اسالك سؤال مهم، ازاي شايف اداء النادي الاهلي في الملعب؟ بص احنا لما نيجي نتكلم نقسم الشوط الاولاني او لحد دلوقتي، يعني اول ربع ساعه او لحد الجون بتاع الوداد كان طبعا الملعب كله الوداد هو مسيطر على الملعب بشكل كبير جدا وكان خطير جدا على مرمى محمد الشناوي، واهدر زي ما قلت لحضرتك فرصه في العارضه في بدايه الماتش والجون كمان بتاع المترجي، فبالتالي انه كان مسيطر بشكل كبير على الملعب. ولكن بعد الهدف بتاع الوداد طبيعي انقلبت الامور راسا على عقب، وتسلم النادي الاهلي زمام الامور وسيطر بشكل كبير على ملعب المباراه ويهدد مرمى الوداد المغربي، وكان للنادي الاهلي 3 ضربات ركنيه يعني متتاليه ورا بعضها في فرصه خطيره للنادي الاهلي انه كان يقدر يدرك منها هدف التعادل حتى نسبه الاستحواذ. طب معلش يا استاذ مهدي، بس اسال سؤال، الهجمات الضايعه كتير دي للنادي الاهلي، يعني هل ده معناه ان احنا بنقرب ممكن نجيب جون نتعادل نكسب؟
طبيعي طول ما انت بتضيعي فانت تعتبر في امان، تقربتي من المرمى. انت الاول ما كنتيش بتوصلي اصلا عند مرمى الوداد، بعد الهدف لا بداتي يعني تتجرأي وبداتي تسيطري على الملعب بشكل كبير وتضيعي فرص. طالما انت بداتي في مسلسل اهدار الفرص فبالتالي انت كنت بتهددي مرمى الوداد، وبالتالي انه التعادل قريب جدا، خصوصا كمان ان الوداد بعد الجون يعني تراجع دفاعيا وبدا يعتمد على الهجمات المرتده. واعتقد ان النادي الاهلي عنده عناصر هجوميه قادره على ادراك التعادل في الشوط الاول، ولكن يهمنا انه النادي الاهلي يدرك التعادل قبل نهايه الشوط الاول، لانه لو الموضوع استمر في حته الوقت وفي اهدار الفرص لازم اللعيبه تبقى مركزه جدا في المباراه. لو الوقت يعني سرق النادي الاهلي زي ما بيقولوا بلغه الكوره، اعتقد ان الموضوع هيتصعب كتير جدا، لان الوداد لو خرج الشوط الاولاني كسبان هيلعب الشوط الثاني جيم دفاعي كامل على النادي الاهلي ويعتمد على الهجمات المرتده، فقد يعني لا قدر الله ما يحصلش انه اي كره مرتده للوداد تهدد مرمى النادي الاهلي ويقدروا يسجلوا الجون الثاني، فبالتالي صعبوا المهمه بشكل كبير على النادي الاهلي يعني. طيب هل تتوقع انه يعني موسيماني ممكن ان هو يعني يعمل اي تغييرات في الملعب دلوقتي؟ الشوط الاولاني ما اعتقدش ان موسيماني يعمل اي تغييرات، خصوصا ان الفريق ماشي كويس وبيهدد مرمى الوداد زي ما احنا قلنا، وليه فرص خطيره جدا، والشق الهجومي عند النادي الاهلي سواء طاهر او حسين الشحات او بيرسي تاو ومحمد عاملين خطوره على مرمى الوداد، فبالتالي انه ما اعتقدش يبقى في تغييرات. التغييرات هتبدا مع يعني بدقيقه 60 يعني بعد بدايه الشوط الثاني بربع ساعه هيبدا موسيماني يشوف دكه البدلاء اللي عنده. اعتقد انه محمد مجدي قفشه اول الحلول اللي هيدفع بيها موسيماني خلال المباراه. طب تتوقع ايه الحلول اللي قدامه؟ طيب ايه الورق الرابح اللي هيعمله اللي هينزل بيه؟ هي القصه كمان مش في الورق الرابح انه مين ينزل او لا، هي القصه في طريقه اللعب كمان، انه هو كان بادئ المباراه يعني متحفظ بعد الشيء فخلاص، فانت يعني خسران فبالتالي ما قدامكش غير انك انت تدرك هدف التعادل وتجيب كمان جون عشان تكسب المباراه، فبالتالي انه لازم الشكل ذات نفسه بتاع النادي الاهلي يتغير ويبقى فيه مهاجم صريح موجود في الملعب وثلاثه ورا منه ليهم فاعليه. زي مين مثلا محمد مهاجم صريح؟ محمد ورقه رابحه على دكه البداء لازم ينزل بيها في اسرع. هو واضح ان موسيماني مش مقتنع بقفشة على فكرة، يعني هو القصة مش مقتنع، ولكن هي طريقة اللعب بتفرض على المدرب ما بيحطوش في التشكيلة اهو. وقبل كده ما كانش في ماتشات ما كانش بيلعب فيها اساسي، وفي ماتشات كان بيلعب فيها اساسي، ولكن المباريات النهائيه اللي زي دي لازم يبقى معاكي ورقه استراتيجي احتياط استراتيجي كده على دكه البدلاء، انه تنزل يقلب الماتش في اي وقت، فبالتالي انه لازم يبقى معاكي ورقه تقيله جدا. يعني انت في رايك ان هو المفروض ينزل قفشه دلوقتي؟ مع وجهه نظرنا لو استمر الاهلي في الخساره حتى الشوط يعني نهايه الشوط الاولاني، انه مع بدايه الشوط الثاني ينزل قفشه في نص الملعب يظبط حاله. بدل مين؟ اعتقد بدل حسين الشحات هو الاقرب للخروج من الملعب، ويتم الاعتماد على قفشه واحمد. ومين تاني ممكن ينزل؟ مين تاني؟ حسام حسن ورقه هجوميه رابحه موجوده على دكه البدلاء مع النادي الاهلي ممكن يستخدمها في اي وقت، عنده كريم فؤاد لاعب كويس وعمل ماتشات كويسه. بس موسيماني ما بيلعبش حسام حسن كتير على فكره. ممكن تبقى دي فرصه وحافز لحسام حسن ان هو ما بيلعبش طول السيزون مع موسيماني، هو يمر يعني بازمه نفسيه زي ما بيقولوا انه طول الوقت بره حتى التشكيله الاساسيه بره القايمه، ردود افعال حتى موسيماني تعليقاته على حسام حسن سلبيه مش ايجابيه، فبالتالي انه ممكن يبقى ده حافز لحسام حسن انه ينزل لو ادرك هدف التعادل للنادي الاهلي او جاب جون الثاني فوز للنادي الاهلي، فبالتالي انه حسام حسن بيرد على موسيماني في الملعب ويقول له ان انا موجود. تبقى شهاده ميلاد ليه يعني؟ بالظبط شهاده ميلاد ليه، وهو رد كمان في الملعب على موسيماني انك انت طول السيزون قعدني بره وما بتعتمدش عليا، ولكن لما احتجتني انا اللي نزلت وخلصت الماتش. دي كلها بتبقى حوافز عند اللاعبين خصوصا المهاجمين اللي بيبقوا يعني كان في اساس فريقه مع سموحه، وكان في صراع بين الاهلي والزمالك على ضم حسام حسن، وهو فضل انه يروح النادي الاهلي، ولكن يعني تفاجأ بانه خارج التشكيل الاساسي، ماتشات كتيره جدا خارج القايمه كمان مش موجود، عدم اقتناع المدير الفني بيه، فبالتالي ده حافز كبير لحسام حسن يرد في الملعب على موسيماني يعني. طيب يعني ايه رايك في خط دفاع النادي الاهلي بقى؟ هل نقدر نقول ان هو صامد قدام الوداد؟ ما اقدرش اقول صامد قوي، لانه يعني الوداد ما كانش ليه فرص خطيره غير زي ما قلنا فرصه في بدايه الماتش في الدقيقه 6 او 7 كره جت في العارضه، الجون كمان اللي جابه الوداد، فبالتالي انه ما نقدرش نحكم على خط الدفاع بتاع النادي الاهلي، خصوصا كمان انه يعني علي معلول هو الاساسي بتاع النادي الاهلي بيلعب باستمراره ومستواه ممتاز، محمد هاني نفس القصه، الظهير الايمن الاساسي للنادي الاهلي بعد اصابه اكرم توفيق بالرباط الصليبي، ياسر ابراهيم بيتواجد بشكل اساسي في الخط الدفاع، ايمن اشرف بيلعب
بيلعب على فترات، لان طبعا غياب محمد عبد المنعم من الاصابه، تواجد رام ربيع على دكه البدلاء، غياب بدر بنون لفتره طويله، فبالتالي ده امر واقع قدامه سيمان انه يلعب بخط الدفاع الاربعه المدافعين. نص الملعب طبعا معاه ديانج موجود بيلعب بشكل اساسي، حمدي فتحي بشكل اكبر، لو موسيماني عنده عمرو السوليه وجاهز بدنيا لازم عمرو السوليه يبقى موجود الشوط الثاني مع النادي الاهلي، لانه يعني زي ما بقول كده هو العقل المدبر، هو اللاعب الكوره الحريف اللي في نص الملعب بيقدر يلاعب الفرقه هجوميا بشكل كويس جدا. فانا شايف انه لو الوضع ده استمر وعمرو السوليه على دكة وجاهز طبيا وبدنيا انه لازم ينزل يبدا بيه الشوط الثاني على حساب حمدي فتحي او علي ديانج يعني. طيب تتوقع ايه لشكل الشوط الثاني؟ الاهلي بقى هيفضل مهاجم؟ طبيعي الاهلي ما قدموش غير ان هو يهاجم، يعني الاهلي خسران لو النتيجه انتهت كده، فبالتالي النادي الاهلي بيخسر اللقب الافريقي الثالث على التوالي وال11 في تاريخه، فبالتالي ان هو ما قدموش حل غير انه يفضل ضاغط على الوداد لحد ما يدرك هدف التعادل ويكمل كمان في الضغط عشان يجيب الجون الثاني. وخلي بالك لو الاهلي قدر ان هو يتعادل بيحبط معنويات اللاعبين الوداد بشكل كبير جدا، هو يعني لعيبه الوداد شايفين انه حلمهم قرب ان هم يتوجوا باللقب، خلاص كسبانين النادي الاهلي بيدافعوا بشكل بس كويس. انا شايفه يعني اداؤه متراجع، طبيعي متراجع لانه والاهلي ماسك الماتش، لانه الماتشات النهائيه هو مش عايز عدد اهداف كبير، هو يعني لو كسب 1-0 اسمه كسب البطوله، فبالتالي انه لازم يامن دفاعاته خصوصا انه بيلعب قدام النادي الاهلي، فبالتالي بيمتلك لعيبه كبيره جدا وخبرات كبيره جدا ومتمرس في افريقيا، فبالتالي لازم الوداد يامن دفاعاته، وده كان السيناريو. طيب هل تتوقع انه الوداد ممكن يعني ان هو يغير طريقه لعبه في الشوط الثاني؟ لا الوداد هيستمر بالشكل ده، هيستمر كده المرور برضه ال 60 دقيقه 65 دقيقه مع كتر الضغط من النادي الاهلي، هيلجا طبعا مدرب الوداد انه يعدل في صفوفه يزود حد في الملعب. بس انا بتوقع انه لو استمر بالاداء اللي انا شايفاه ده الاهلي هيكسب. طبعا كتر الضغط بيجيب اخطاء، وما اعتقدش انه فرقه الوداد او دفاع الوداد يقدر يتحمل ضغط من النادي الاهلي، سواء يعني بتتكلمي في في في, في نص ساعه في الشوط الاولاني و45 دقيقه في الشوط الثاني، فبالتالي ده وقت كبير جدا انه فرقه الوداد تقدر تستحمل الضغط ده من النادي الاهلي، على الاقل لازم يحصل اخطاء من خط الدفاع، وده اللي احنا بنقوله انه لو الاهلي ادرك هدف هو دلوقتي على فكره انتهى الشوط الاولاني اهو، وكنا نتمنى يعني انه الاهلي يكون متعادل ان شاء الله. لعيبه النادي الاهلي قادرين ان هم في الشوط الثاني يعدلوا يعني الاوضاع ويدركوا هدف التعادل مبكرا ويسجلوا كمان الهدف الثاني هدف الفوز ان شاء الله. بشكرك جدا، خبرات كبيره. بشكرك جدا الناقد الرياضي محمد مهدي، ومعايا دلوقتي الناقد الرياضي المهم الاستاذ عصام شلتوت. مساء الخير يا استاذ عصام، واهلا بيك معانا في 90 دقيقه. يا دكتورة ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. قولي ايه رأيك في الشوط الاول يا استاذ عصام؟ يعني هل منطقي انه الاهلي يعني يخرج خسران بهدف كده في اول؟ ما هو انا مش عارف احنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ كان عندنا التركيز والاهتمام بان احنا الكرة ما تخرجش بالساهل، لازم ناخد بنية عشان نفوق. مش عارف ليه؟ يا كنا لعبنا زي ما بنلعب كده من قبل الجون، يا كنا حافظنا الكوره مرتين الاولانيه يعني ما صابتش الثانيه صابت، بنباصي ندي الكوره للناس مش ممكن. وكمان برضو فكره ان انت الملعب مليان دخان وشماريخ، طب روح والكوره في الاوت اللي يقف عند الحكم، احنا مش عارفين ناخد نفسنا. يعني نجمع بس داتا للي حاصل. يعني انت شايف انه الاهلي احسن؟ يعني طبعا بعد كون يا دكتوره، لكن محتاج تركيز ومحتاج الراجل بقى يكلم عبد القادر وتاو تحديدا، لانه في الاخر محتاجين يعملوا يعني يعملوا اي لعبه فيها ما يسمى يعني بجمله، لان الحكايه مش هتفضل اجتهادي كده وربنا يستر ما ترجعش واحده بقى. طب هل شايف ان احنا محتاجين تغييرات؟ لا طبعا مش في البدايه، لان لا في بدايه الشوط لا، يعني الراجل لازم الاول بيكلمهم بعرف كره القدم يعني، الا اذا هو فنيا بقى اكتر مننا طبعا شاف حاجه غلط خالص ضمن طريقته وكده، انما لو مش كده اكيد هيعمل حسابه على 15 دقائق يعودوا للملعب جميعا، ما عدا زي ما قلت لك اذا لقى خلل يعني بفنياته بقى هو كمحترف يعني. طيب انت يا كابتن عصام متوقع انه يعني بخبرتك دي ان موسيماني بيفكر في ايه دلوقتي؟ انا الحقيقه موسيماني بيحيرني،
وبيحير الجهاز اللي معاه يعني. حيرنا كلنا اصلا. ما انا بقول لحضرتك، فانا ما اعرفش هو متوقع ايه. هل هو متوقع انها تمشي كده وخلصنا ويبقى عنده الردود انه لا؟ طب خليني اسالك سؤال تاني استاذ عصام خليني اسالك سؤال تاني. طيب من وجهه نظرك الاهلي محتاج ايه عشان يكسب الماتش ده دلوقتي؟ الاهلي محتاج صرامه اكتر. اللعيبه ما حدش يرمش اللعيبه، الكره بالنسبه لها تبقى كما قطع الماس، التفريط فيها يبقى يعني عند من يستحقها كمان، مش اي بائع تبيعها له. وكمان فكره الهجوم لازم يتنظم، مش لعبه وخلصنا. وبعدين في لعيبه ثلاثه، احمد عبد القادر، حسين الشحات، تا ودورهم بينتهي لما الكره تتباصى جات لهم او لا. لا دول لازم يردوا لنص الملعب. طول عمرنا. طب ايه يعني اللعيبه خايفه مثلا من وجود الجمهور، متوتره، قلقانه، مخضوضه؟ ما ينفعش بعد اللي عملته اداره الاهلي ده الحقيقه. ها ما ينفعش بقى هم يبقوا متوترين. ما الملعب اهو، لا في لعيب من المغرب معاه سكينه ولا في لعيب زومبي. يعني برضو عيب لما لعبت الكوره في الليفل ده يقولوا كده يا دكتوره، ولو ان برضو هيبقى مقبول ليالي سوداء عاشوره. لكن هذا يومك بقى اللي ترد فيه، او دول 90 دقيقه اللي ترد فيهم وتؤدي بالكف بالفوز يا اخي. فلازم في دور بقى يلعبوه زي ما كل واحد فينا لعب دوره يا دكتوره بسمه. طب توقعك ايه في مجريات الشوط الثاني يا استاذ عصام؟ اللي هي توقع شعبي جدا، ربنا يستر. ربنا يستر. انت قلقان وقلقتني. انا قلقان لانه حرام جهد الاداره الحقيقه، يعني الاداره الوحيده بقى واللي يقول انا. انت قلقان من موسيماني ولا من لعيبه يا استاذ عصام؟ قلقان من موسيماني ومن بعض اللاعبين، لانه القلق بس مش من بعض اللاعبين في تصرفاتهم او في مستواهم. موسيماني بيفاجئنا بحاجات ما حدش فاهمها الا هو، وبتبقى كل حاجه الا ربع، فاهمه؟ فمحتاجه تكمل يعني. ما مش عارف يعني هو في اطوار يعني. هل هو مثلا ما جهزش اللعيبه كويس؟ متهيألي في جزء ناقص عن فكره ان احنا نبدا مش بالطريقه اللي بدانا بيها دي. بدانا بطريقه لازم نستلم. انا في كورتين قلت يا جماعه ما حدش ينزل الكره هنا قبل الجون بخمس دقائق، لانه خلاص يا عم وديها نص الملعب التاني. وفي كوره في العارضه. ما انا بقول لحضرتك. فبالتالي يعني لازم هو يكون حاسم مع اللاعبين ويعني يعمل لهم ريفريش. ان شاء الله الاهلي يكسب وخلينا متفائلين يعني. خلينا متفائلين. الحقيقه ده مهم قوي، لانه فعلا كل حد اشتغل. وال90 دقيقه بقى كنت اامل ان هم يردوا حقوق كل الناس اللي وراهم، اللاعبين والجهاز الفني. هو شوت يا استاذ عصام، اكون او لا اكون، مفيش حل تاني. مفيش حل تاني. يا سلام عليك يا دكتوره، بس يا سلام فعلا ده عنوان رائع للشوط الثاني يا دكتور. ان شاء الله بشكرك بعد جدا. بعد كل ده بينتظرهم هم، مجد غير عادي يعني. بشكرك جدا الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي. ودلوقتي يا جماعه خلونا نبارك بقى هنتقل معلش بقى، يعني انا عارفه ان كلكم مشدودين، فهقول لكم على حاجه لطيفه كده يعني نهدي بيها الاجواء شويه. انه نبارك للاب اللي فاز في مسابقه ابطال الجيل اللي كنت قلت عليها يوم الاربع اللي فات لشهر مايو، واللي جايزتها كانت تكييف LG بقوه 3 حصان بارد مع ضمان 10 سنوات على الكمبريسور. والفائز هو الاستاذ ناصر فتح الباب، واللي قدم له في المسابقه بنته اسمها هبه. وخلونا نبارك ونهني الاب الفائز وبنته. برحب بيكم في 90 دقيقه. الو مساء الخير، وهبدا مع هبه. اهلا بيكي يا هبه، وبحييكي على اللي عملتيه. ازيك يا استاذة بسمة، عامله ايه يا دكتور؟ الحمد لله. احكي لي بقى قدمتي ازاي في المسابقه دي يا هبه البابا؟ والله انا قدمت على صفحتهم على الفيس، شفت المسابقه وكده وحبيت ان انا اشارك فيها. كويس. بس فكتبت القصه بتاعتي وهم كلموني النهارده. إيه لا طب ممكن تقولي لي يعني اختصار كده بنبذه كده عن القصه، ايه هي القصه الناس تسمعها يعني في سطرين كده؟ بصي، هو انا كتبت ان هو يعني تعب معانا في تعليمنا وكده، وان احنا كام واحد، احنا 5 وكده، وهو علمنا كلنا بسم الله ما شاء الله كلنا بقينا كليات وحاجه كويسه، وكان حابب جدا مبدا التعليم وان هو يعلمنا، وكان اهم حاجه عنده ان هو يعلمنا بس.
ما دي أهم حاجة وأحلى حاجة. والحقيقة أنا كمان بحيي والدك على يعني هذا المنهج اللي مشي بيه وربكوا بيه وتعب علشانه، ويستحق فعلا النهاردة هذه الجائزة. وبشكرك جدا. والوالد جنبك يا هبة؟ اه معاك. طيب عايزة أكلمه. مساء الخير يا أستاذ ناصر. مساء النور يا فندم. ببارك لك وبقول لك يعني تستاهل كل خير، لأن اللي أنت بتفكر فيه ده يا ريت كل الناس تفكر فيه، إن أهم حاجة نعلم أولادي، هو ده السلاح، الحياة والمستقبل والحاضر والماضي وكل حاجة. أكيد طبعا، إحنا عايشين عشان غير عشان خاطرهم، وأهم حاجة مستقبلهم. أستاذ ناصر سامعينك، كمل كمل. بقولك احنا عايشين غير عشان خاطر مستقبلهم يعني وخاطرهم هم. ربنا يخليك ليهم ويخليهم ليك، وانت تستحق التحية وتستحق الجايزة، وكل أب بيفكر زيك وانه بيحافظ على أولاده وبيحميهم بشهادتهم يستحق مليون جايزة. بشكرك وألف مبروك. الله يبارك. وصلنا مشاهدينا لآخر حلقتنا، وإن شاء الله الأهلي يكسب بإذن الله ويرجع بالكاس رقم 11، وإن شاء الله متفائلين، خلينا متفائلين، إن شاء الله متفائلين الأهلي يكسب وأهلاوي وعلى المكسب ناوي. صباح على خير.